مساء الخير، أنا اسمي جون رضا فهمي، هندسة عين شمس، نيو بروجرام في قسم الاتصالات. الجي بي اي بتاعي 3.15 اللي هو يعني فيري جود. التريننج اللي نزلتها شركة سي، شركة ميست، شركة اي كمبيوترز، كمان خدت كورس سي سي ان اي وكورس موبايل باكج. من ضمن الهوايات بتاعتي يعني أنا بحب أتعلم لغات سبانيش، انجلش، ألماني. مساء الخير، انا عمر حازم الشربيني، بكالوريوس هندسه عين شمس، نقدم كوميونيكيشن انجينيرنج كريدت اور سيستمز. الجي بي بتاعي 3 بالظبط، ده معناه جيد جدا. التريننجز اللي انا نزلتها نزلت في سي وسي ستال ودي ان داتا. الكورسات اللي انا خدتها خدت الموبايل باكج. شكرا. السلام عليكم، انا محمد سعيد نبوي، طالب هندسه عين شمس، كريدت اور سيستم، سينيور ليفل، جي بي 2.76، فيري جود. انا نزلت تريننج في شركه مصريه للاتصالات، صدرائي بيزي ستيشن المعادي، كنت تريننج في شركه غير افق. بالنسبه للكورسات اللي انا خدتها، انا خدت كورس سي سي ان اي في مصريه للاتصالات، واخدت كورس موبايل باكج ريكوردنج بلاننج اوبتمايزيشن. السلام عليكم، انا اسمي محمد سعيد، هندسه عين شمس كريدت اورز. دي مهمه جدا، خدت تريننج في حاجه غير تصنيع وبتروبيل، ونزلت بتروبيل السنه اللي بعدها ورحت سيستل، ونزلت خدت كورسات سي سي ان اي وخدت كورس موبايل باكج ومنعيش الباكسمنت 2012. السلام عليكم، محمد ناصر، هندسة عين شمس كريدت اورز، بكالوريوس كوميونيكيشنز. الجي بي بتاعي 2.7، وده معناه ان هو تقيل جدا جدا. التريننجز اللي انا اخدتها طول السنين اللي فاتت وانا في الكليه، نزلت مصريه للاتصالات ونزلت افق ونزلت الساتلايت في المعادي. الكورس اللي اخدتها اخدت سي سي ان اي واخدت موبايل باكج، وده طبعا في البلاننج اند اوبتمايزيشن. الاكتيفيتيز اللي اشتركت فيها كنت هيد فاند ريزنج في اي تريبل اي عين شمس سيستم. انا نور محمد احمد عزمي، طالب هندسه عين شمس، بكالوريوس قسم الاتصالات. الدرجه عندي جدا. بالنسبه للتريننجز اللي اخدتها خلال فتره الكليه، نزلت الصمت والسويدي والسنتر الموالة والسنتر الرمسيس ومصر الاتصالات والصلاة الستيشن في المعادي. بالنسبة للكورسات اللي أنا أخدتها، أنا أخدت سي سي إم إي وبي إم سي وسكادا وأخدت جي إس إم وجي بي إس وموبايل باكج. بما فيه البلاننج أوبتمايزيشن بتاع 2 جي و3 جي و4 جي. بالنسبة للأكتيفيتيز اللي أنا فيها، أنا اتش أي في الرسالة وبي كيو سي بلاننج أند كواليتي مغرور في الوظيفة في ستودنت أكتيفيتي وتكنيكال بلاك هيد في البايلوت ستيشن في ستودنت أكتيفيتي وسيشن ديفلوبمنت بامع في الأبليكيشن كلوب. انا هتكلم معاكم احنا ازاي احنا السته اصطدنا بعض. احنا يعني على مدار الاربع سنين اللي فاتوا اشتغلنا مع بعض حاجات كتيره. اشتغلنا في بروجكت في السيركتس في الالكترونكس وكمان في الاوبتكس، وكمان عملنا برزنتيشنز كتيره في المواد الهيومانيتيز. برضو يعني كانت ميزه كويسه في احنا السته ان احنا نفس التفكير، نفس طريقه التفكير. برضو الجي بي اي بتاعنا كلنا زي بعض، كلنا تقريبا فيري جود. وفي نفس الوقت يعني كل واحد فينا عايز يعمل حاجه كويسه وحاجه تبقى مختلفه عن اي مشروع او اي فكره ثانيه حصلت. المشروع اللي احنا عايزين نعمله ان شاء الله هو مشروع الواي فاي وفلودنج. يعني ايه واي فاي وفلودنج؟ المطلوب من كل واحد وهو ماشي في الشارع بيبقى واخد، لو معاك سمارت فون يعني بيبقى واخد نت من ال 3 جي بتاع من النتورك بمعنى اصح. فده في وعي اوقات بيعمل كونجستشن عالي جدا، علشان مثلا في يوم عيد او في حته فيها ناس كتيره بيعمل كونجستشن عالي على النتورك. فطبعا في مشكله ان النتورك بتضطر ان هي تدروب شويه ناس من موضوع النتورك عشان تسيب ريسورسز للمكالمات او حتى ناس تانيين ان هم يقعدوا نت. فايه الحل بتاع الموضوع ده؟ الحل ان شركه الاوبريتور بتاع الموبايل هيركب واي فاي هوت سبوتس في الاماكن اللي فيها ناس كتير او فيها يوتيليزيشن عالي من ناحيه الانترنت. المفروض ان احنا هنعمل السوفت وير اللي بيعمل السيمليس ترانزيشن وفلودنج من ال 3 جي نتورك للواي فاي اكسس بوينت او الهوت سبوت اللي بتبقى موجوده في الاماكن دي. طبعا هيحصل سيمليسلي من غير اي تدخل من اليوزر. ده هيشيل جدا من اللود بتاع النتورك، هيشيله كله من على ال 3 جي وينقله على الواي فاي. هتبقى طبعا الهوت سبوت دي هتبقى
عشان دلوقتي الناس كلها محتاجه تلاقي تفكر في 4G قبل ما تخش على 4G. احنا عايزين حاجه تتطبق دلوقتي، حاجه نستفيد بيها حاليا. طيب اشمعنى الواي فاي والفلوجين؟ احنا دورنا لما لقينا ان هيحصل في تسونامي على 2015. ايه تسونامي؟ هو هيحصل ديموند عالي جدا والكابس مش قادر تغطيه. طيب نحل المشكله ازاي؟ نحط الواي فاي سبوت زي ما محمد نصر شرح لنا. طيب ده هل الفكره بايه؟ ده مبدئيا في شركات الاتصالات حوالي وفر لها 11 مليون دولار كل سنه. وبالنسبه للكاستمر هيبقى هو ساتسفايد ان هو دايما الاتاكس بتاعته عاليه، دايما موجود كفر، ما مش بيحاول يسال غصب عنه سواء في فريش اور او ده.